الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم وعما يسخطه أبعد. أيها الإخوة، ها قد أظلنا شهر كريم مبارك، شهر النفحات، شهر العتق من النيران، شهر المغفرة. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في طاعة الله عز وجل حتى نكون من عتقاء شهر رمضان. وقد أزف إليكم هذه البشرى، فقد روى أبو نعيم في الحلية من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا القبول، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.